الفنان الكبير فايق عزب، اهلا بيك معانا في هوليود الشر. اهلا بيك واهلا بالساده والسيدات جمهوركم العظيم. النهارده تكريمك من اداره فندق هيلتون في اطار الاحتفال بنجوم القاهره 95، تقول ايه؟ اقول شكرا لكل من يكرم الشقيانين، الناس اللي تعبوا سنين طويله، وبقول لهم انه احنا ربنا مكرمنا، لان احنا تقدر تقول حب الناس شيء بالغ الاهميه، واللي ربنا بيحبه بيحبب فيه عبده، والحمد لله على كل حال. احنا شقينا مده اطول، مده كبيره، وانا بعتبر انه فضل الله علينا انه بيدينا العمر وطولته علشان نحظى بحب الناس اكبر مده ممكنه، ونحظى بتكريم البشر وغير البشر. استاذ فايق، استمتعنا بيك في العديد من المسلسلات، اشهرها مسلسل سوق العصر. حضرتك قدمت شخصيه وطنيه وهو الحاج عثمان المغازي. كلمنا بقى عن الحاج عثمان المغازي. عثمان المغازي هو سليل رجال عمرو بن العاص في دخولهم للقاهره او دخولهم لمصر يعني، وهو من الشخصيات اللي حاربت، واجداده حاربوا كل انواع الاستعمار، وفي نفس الوقت عندهم مبدا، عندهم تجمع الاسري، عندهم حب الوطن. هو كان بيقود فكرة المغازية يعني، وانه اللي ينفع الناس يظل في الارض، اما ما لا ينفع الناس فيذهب جفاء. يعني دي آية في القرآن، ودي موجودة في وصايا المغازية. وانا بالمناسبة لما سافرت بغداد بعد اذاعة المسلسل، وكأني اسير في العتبة، في العتبة دي في مصر يعني، الناس كلها يا حاج عثمان يا مغازي يا كبير، وعملوا لي يعني احلى استضافه. رحت كلت في مطعم مشهور قوي بغداد اسمه الطبيخ. الطبيخ الراجل في صاحب المطعم هو في الغالب مسيحي يعني، كان راجل طويل كده، قال عثمان المغازي في بغداد ان تضيف الامه، وما رضيش ياخد لا اللي انا عزمت الناس عليه، كان معايا فنانه عراقيه اسمها فاطمه الربيعي، ورفض تماما علشان خاطر عيون الحاج عثمان المغازي. استاذ فايق، الدراما التلفزيونيه لما بتنجح بتنتشر انتشار واسع اكثر من السينما، ومع ذلك تظل السينما الحب الاول، مش هنشوفك في السينما قريب؟ والله انا متعاقد على فيلم، وفي تفكير في فيلم تاني، وانا عملت افلام الحقيقه كتيره، ومن حظي الطيب ان في كل فيلم بسيب بصمه الاولاد والرجاله والبنات يقولوها لي في الشارع. الفكرة إنه السينما ميزتها أنها يعني تاريخ الإنسان وتاريخ الفن مكتوب في السينما. يعني أنا عملت مسلسلات كتير، المسلسل بيتزاع مرة واثنين وثلاثة وخمسة، يعني سوق العصر اتزاع 40 مرة، لكن يأتي الوقت إنه مش هيتزاع تاني. إنما الفيلم أنا عندي أفلام يوميا، ليا أفلام بتتزاع على قنوات كتيرة، والسينما هي أرشيف الفنان، أو هي المكان اللي ممكن الفنان يحتفظ بيه بتاريخه. أو تستطيع أنت دلوقتي تدوس تقول فايق عزب بالإنجليش أو بالعربي على تويتر، أو على يعني على كل أنواع النت، يعني هتلاقي أعمال معظمها سينما كتير، يعني تقدر تنتقل إلي في أي وقت عن طريق السينما. السينما فعلا هي أرشيف الفنان، لا هي تاريخ الفنان وتاريخ الفن. رأيك في فكرة الجمع بين نجوم القاهرة 95 النهاردة؟ والله فكرة طيبة. أنا طبعا يعني أنا قبل كده بكتير يعني، لكن على اعتبار أنه 95، وكل فترة وكل جيل ليه طعم ولي يعني توجه. احنا انا شخصيا يعني مارست وانا فنان كتير من الاشياء اللي قد لا يصدقها الانسان. يعني انا في 67
أسست المقاومة الشعبية في محافظة إسماعيلية وظليت لحد ما الجيش المصري وصل، وكتبت سهرة جاي الصباح بلدنا، والسهرة دي وزيعت كما لو كنت تخيلت العبور العظيم في 6 أكتوبر، وقلت مقدماته يعني ليه أنا واثق إن إحنا هنرجع، ليه أنا واثق إن إحنا هنروح سينا. عاوز أقول لك إن الفنان هنا في الفترة دي مر ب 56 67 73، يعني مر بفترات تاريخية يعني فارقة بالنسبة للأمة المصرية والأمة العربية بل والأمة الإسلامية. فأنت إيه لا تندهش يعني لما بعد 95 دول ربنا يروقهم، يعني ريين الفلوس أكتر، يمكن القنوات أكتر. أنا كنا بنشتغل على قناتين، احنا بنشتغل على القناة الأولى والتانية، دلوقتي في 100 قناة يعني وفي 1000 حاجة، وده برضو ساعدنا. برضو كنا عايزين نعرف ايه اهم المحطات الفنيه في حياه الفنان فايق عزب. انت كده كتير، يعني عاوز اقول لك يعني انا بشكرك اولا يعني، وهذا يعني الحمد لله يعني كافي جدا جدا جدا. كلمه لكل جمهورك اللي بيحبك وبيعشقك في العراق من خلال قناه الشرقيه، تقول لهم ايه؟ يقول لهم انتوا اسعدتوني لما بروح العراق، واسعدتوني اكتر من المتواصلين معي على الفيسبوك، وأحدهم أو إحداهن الكردية، وأنا عاوز أقول إنه لا مناص، نحن في عصر الكيانات الكبيرة، لابد من اتحاد هؤلاء العرب في على ولو على الطريقة الأوروبية. إحنا محتاجين نكون متوحدين، لأنه العالم الآن لا ينظر إلى القرى أو البلاد الصغيرة وكأنها قرية. إحنا عاوزين الكيان العربي يتحدد، يتقوى، يتحد، ومصر تبقى والأمة العربية والعراق على وجه التحديد اللي كانت رابع أكبر قوة في العالم تعود إن شاء الله، تعود في حضن الأمة العربية وليس في حضن شيء آخر. وشكرا جزيلا، تحياتي.